البدع والمعاصي، أن يكون التوحيد صافي عند المسلم. جمعت سمرامنا إسلام تروتا بانجي أجبه ريكا أبت رقات لو توحيد. يحقق التوحيد بالقول والاعتقاد والعمل بثلاثة أشياء. من جاء توحيد أي بسم لي كاي بكا هاي نجد. تحقيق التوحيد يكون بالاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. من جاء توحيد داوي كاتام نبي صلى الله عليه وسلم. الاقتداء بإبراهيم عليه الصلاة والسلام. كاتام نبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام. الاقتداء بالصحابة رضوان الله عليهم. كاتام صحابة رضوان الله عليهم.